دلوقتي بقى هنوصف العنوان لحضراتكم. اول حاجه كده احنا في اسكندريه، تمام، في شارع جمال عبد الناصر، عشان ما تتوهيش في سيدي بشر، شارع جمال عبد الناصر قصاد مستشفى جيهان. الشارع اللي في وشها هنلاقي عنده قطع غيار صادق. هندخل الشارع، اديني ماشيه مع حضراتكم في الشارع واحده واحده كده، طوالي على ايدنا اليمين، تمام. هنفضل ماشيين، اظن كده الوصفه سهله وانتم معايا. هنمشي لغايه ما نوصل لايه؟ لاسماك الروضه. في هناك محل اسماك اسمه اسماك الروضه، واحنا ماشيين طبعا على ايدنا اليمين. طوالي كده، ادي الجراج اهو، وادي اسماك الروضه، تمام، شايفينها حضراتكم. هندخل الشارع اللي جنبها على طول، اول ما ندخل هنلاقي مسجد اسمه مسجد الروضه، اهو زي ما حضراتكم شايفين، هو المحل اللي جنبه على طول اسمه كريزي ستور. نبدا بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من فيديوهات يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله النهاردة زي ما وعدناكم دايما، أي جديد في كريزي ستور للمقاسات الكبيرة هتلاقوه عندنا. تعالوا بقى نبتدي الفيديو، نبتدي على بركة الله كده، نشوف إيه الكوليكشن الجديد اللي نازل النهاردة، ونشوف كل المقاسات وكل الألوان. نبتدي على بركة الله. ما تنسوش بقى حبايبي اللايك والاشتراك في القناة. الاول سلام عليكم. عليكم السلام. عايزين بقى نعرف بقى الحاجات الجديده بقى والحاجات الحلوه بقى اللي دايما بتمتعينا بيها. سلام عليكم، ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب نكون دايما عند حسن ظنكم. وهنا معانا كريزي ستور زي كل مره، وكل أيوة. اسبوع معانا كوليكشن جديد. عايزين نشوف بقى الحاجات الحلوه. اول حاجه الشميزات الجديده. تمام تمام. الشميز ده لسه واصل. بصوا يا جماعه، ده كده حاجه يعني لحد 5 اكس. تمام تمام. ده العرض بتاعه بكل الوانه. الوانه بقى. تمام. بصوا اهو، وهنا ده الاكوا، عندنا اللون ده برده حلو جدا، جدا لسه نازل كتير. الاسود ملك الالوان، ده اساسي. تمام تمام. دي الالوان منه، دي الالوان بتاعته. تمام. ده بتاع 5 اكس. اتفضلي. دي اول حاجه معانا في مجموعتنا. تمام. نوهنا عليها. تمام كده اهو، شفنا الوانها، الالوان بتاعتها. جماعه الخامات عندي كلها قطن وطريه. تمام. الشغل اللي على الصدر برضو، الشغل اللي على الصدر اللي عليها. تمام. زي ما انتم شايفين. نيجي بقى بعد كده الشميزات اللي هي لا منها ساده ولا منها فيها شغل، بالظبط شغلها منها فيها في القماش. تعالوا بقى اتفرجوا على اللي طالبينها مننا، وعملنا لكم حاجه رقيقه اهي. بصوا يا جماعه، جبنا لكم برضو بالوان. تمام. يلا انزلي. ده اللون تاني، اللون ده حلو قوي على فكره. اهي دي الوانها، دي الوانها. دي برضو من الكوليكشن الجديد، ده كوليكشن جديد. تمام. بصوا بقى دي، جينا بقى هوريكم على حاجه. بصوا يا جماعه، ابيض وعليه الشغل من على الستر اللي هو التتر القلاب. الناس برضو طلبتها، كانت موجوده، كانت موجوده اول ما عملنا الافتتاح بتاعنا فعلا، والناس طلبتها تاني، والحمد لله ربنا طلبها. تمام. جبنا لكم اللونين اللي انتم كنتوا طالبينهم اهو، الكحلي والابيض. تمام. الناس بقى اللي بتحب الحاجات المشجره، المشجره كانوا طلبوا. احنا بننزل على طول البيزيكات العاديه الساده. تمام كده. المره دي عملنا حاجه جديده، عملناها مشجره. 8 اكس. بصي العرض بتاعها، لان في ناس بتحب الحاجات 8 اكس. 8 اكس. 8 اكس يا جماعه، 8 اكس. بصي اهو التيكت 8 اكس. تمام تمام. 8 اكس. ودي النقشات بتاعتها، اسود في ابيض حاجه بقى، والقماش كمان انا حاسه ان هو بيطير. تمام. الله ينور. تمام تمام. بصوا يا جماعه، انا كل الفسفوس اللي عندي فسفوس معالج، معالج يعني ما بيكشش عرض، بيكش الطول سنتي واحد. لو كش معاكي عرض بحق بتاعتي، حتتي انا ترجع لي تاني. تمام تمام. عندنا بقى الكارديهات الكات طبعا باشكالها جبناها، هي كانت خلصت. التشجيرات، التشجيرات بتاعتها كلها جبناها، كانت خلصت. الجديد بقى ان احنا كانوا عايزين مننا الكارتي الكات بس مقاسات اكبر شويه، قصات اكبر شويه. بصوا، لا انا شايفاه مقاس اكبر كبير قوي ده. ايوه تمام كده اهو، يلبس لحد 150 كيلو. 150 كيلو، وما يبقاش فيها مقسم على الجسم ولا ولا حاجه. هو منه الزيتي، الزيتي كتجربه اولى علشان نشوف ايه، نشوف يعني اقبالكم ايه عليه. ماشي. تمام. الشميزات عندنا، الشميزات الجينز جبناها لكم بنقشه ثانيه، نقشه الجيب بالوانها. تمام. عليها عرض تحفه يا جماعه، بالنسبه للسعر عليها عرض تحفه.
ايه بقى العرض؟ طيب قولي لنا حتى العرض بقى مدام زينة، عشان الناس على فكره بتخاف من الاسعار وبتكلمني كتير الموضوع ده. الناس اللي بتتكلم على الاسعار معانا، معظم صفحات النت عامه اللي على الفيس مفيش ولا حد بيقول اسم رقم يعني سعر المنتج بتاعه، وبتساليها وبترد عليكي انبوكس مظبوط يا جماعه، ما بتعترضوش. انا ما بقدرش اقول اسعاري وبقولها تاني، مش علشان اي حاجه، علشان في ناس، انا مش لوحدي في المجال ده، معانا زملاء اخرين ناس محترمين، فلا ضرر ولا ضرار. في حاجات اللي احنا عاملين عليها عروض بنقول اسعارها، انما انا اسعاري كلها بتبدا من 100 لحد 300، ما عنديش قطعه بتعدي 300 جنيه يا جماعه. يبقى عشان الناس اللي بتكلمني على موضوع الاسعار ده طبعا، وفي برضو حاجات لازم نقول اسعارها، في حاجات انا بقول اسعارها بس. الرينج يا جماعه هنا من اول 100 300 جنيه لحد 300 جنيه. تمام. انا ما بزيدش عن 300 جنيه. ادي الشميزات اللي قلنا عليها بدرجاتها على فكره، جامع. ايوه. وفي حاجات ساده من غير ساده، اللي من غير شغل، من غير على الجيب. ايوه برضو جامع وفاتح بكل مقاساته. ايوه تمام معاكي لحد 6 اكس. تمام. و7 اكس. تمام. ادي الجامع لغايه 8 اكس. نيجي بقى للتونيك، كان مطلوب وكان خلصان وجبناه لكم اهو. التونيك الطويل ادي التونيك الطويل بالحزام بتاعه يا جماعه، فاتح وجامع. في ناس الستايل بتاعها فعلا كده، تحب تلبس حاجات طويله زي. تمام. وطبعا الفستان الجينز موجود، فستان الجينز يعني، تونيك موجود، شميز موجود، موجود، ودريس كمان، ودريس كمان موجود، كله جينز. تمام كده. تعالوا بقى، انا شايفه بلوزه كده من ساعه ما دخلت وانا عيني عليها بصراحه، عايزه اشوفها. دي عاجبه مدام منى قوي. بصوا بقى يا جماعه، بصوا الجمال والرقه. دي بقى من ضمن الكوليكشن الجديد، واللون كمان، اللون بصراحه يعني الشغل بتاعها رقيق قوي. عايزه افرجكم على شغلها عشان بس ما تبقوش بتلبس لحد 100 كيلو يا جماعه. بصوا يا جماعه. تمام. تمام. في منها بقى يا مدام دينا الوان؟ في الاكوا وفي الاسود. مقاساتها ايه بقى؟ مقاساتها لحد 4 اكس، يعني لغايه لحد 100 كيلو، لغايه 4 اكس. بصوا يا جماعه بقى، الاثنين دول احنا جبنا طبعا، في منهم الوان تانية ولا هم اللونين دول؟ لا اللونين دول حاليا. حاليا اللونين دول، وطبعا بيلبسوا لغايه مقاس كام؟ 100 كيلو. 100 كيلو. تمام. تمام. الحاجه اللي بتلبس اكتر من 100 كيلو بنقول عليها. في برده كوليكشن من ضمن الكوليكشن الجديد، حاجه تانية. البلوزه اللي كانت بقاست كنا جايبينها مشجر، دلوقتي جبناها لكم كمان ساده، كنت طلبتوا حاجه ساده بس بتلبس مقاسات كبيره. انا شايفاها واسعه اهي. بصوا يا جماعه، لان لحد 150 كيلو يا جماعه. دي 150 بقى. ده استك، دي البلوزه الكبيره دي. يعني حتى اللي من عند الصدر. بصوا العرض بتاعها قد ايه؟ تمام. تمام. نازله بالوانها، جايبين الوانها والاسود والكحل. تمام. نزليه ده شويه كده نشوفوه. ايوه تمام. تونيكات طويله بقى، بلوزات طويله، بس كنا جايبينها لكم مشجره المره اللي فاتت، المره دي ساده. ساده كنتوا طلبتوا مننا حاجات ساده بس تبقى. بصوا الكم، كم اسباني. اهو بصوا يا جماعه الكم الاسباني. ايوه اسباني. والزراير لغايه تحت، من تحت والزراير من تحت، ونازله على واسع. والجنبين كمان، بصوا انا شايفه شغل في الجنبين. هم لي كده مدام زينة اهو. بصوا الجنب عليه زراير كده، يعني بصراحه حاجه برده جايه بالوانها. طيب بقى عايزين بقى نعرف اسعار حاجه بقى. تمام. دي عليها عرض معموله ب 220. 220 يا جماعه. بصوا طويله ازاي، الوانها ايه بقى؟ ألوانها عشان اسود واكوا. اكوا واسود. في منها كتير، مناسب قوي الصيف ده. ايوه فعلا. تمام. نازل موضه ده كنا جبناه وخلص وطلبتوه تاني، جبناه لكم تاني بالوانه بقى. بصوا يا جماعه ده كمان، دي حاجه كده بتلبس يعني، بتلبس الرفيعه والمليانه. والبكابوزات بحبايبي زمايلي الحلوين صحابي. تمام. بصوا يا جماعه، يعني دول خلصوا وطلبوا تاني من كتر حلاوتهم، زي ما بيقولوا بنلبسوا كل المقاسات. فعلا الصيف ده نازل موضه مكتسح. عندنا برده في حاجه جديده انا شايفاها، اللي هي البيزك. لا لسه معانا لسه الشميز. لسه بقى معانا البلوزه دي. بصوا البلوزات تحت عشان نشوف اهي. ايوه عشان الكاميرا تجيبها. تمام. الموديل ده كده بالوانه، دي بقى مقاسات ايه؟ دي بتلبس لحد 110 لغايه 110. في منها الاسود وفي منها اللون ده وفي منها البيج واللي هو الزيتي. الزيتي يبقى لغايه دي 110 بنات. 110 وفيها حركات برده وزراير والكلام من ده. ومقفوله من تحت وزرارين من الجناب ومقفوله من الجنب. ايوه الشامه بتاعتها طريه جدا يا جماعه، طريه جدا وطويله من ورا وقصيره من قدام. بس مش قصيره قوي، حرزه صغيره من قدام. ايوه تعمل شغل يعني. البيزيكات بيزيكات بقى، بصوا اساسي اللي هي كرانيش، كبرنا المقاس شويه عشان انتوا قلتوا عايزين مقاسات اكبر، كبرنا كبرتي المقاسات اللي هي من على الست. تمام. جبناها لكم
كلها كانت خلصت وجبناها تاني. تمام تمام. نيجي بقى للجديد الساده. اه كنتوا عايزين الساده يبقى اوسع شويه وهو والكم. اه بصوا جبتوا لكم مقاس ايه. لا ده كبير جدا البيزك ده، يعني بصي فعلا فعلا كبير جدا. مرتاح وما يبقاش لا مجسم على البطن ولا على الهنش ولا أيوة على اي حاجه. ايوه ما ده اهم حاجه. هي المفروض هي مش عايزاه ماسك على صدرها. تمام. او ماسك على البطن اهو. ده البيزك يا جماعه. بص طويل ازاي؟ واسع. واهم حاجه فيه اللون الاسود، لان طبعا معظم الناس الاسود بتاعه والكحلي موجود متوفر يعني كل الالوان. ده جايبه لكم لونين جداد كمان. بصوا اللون ده يا جماعه. بصوا يا جماعه كافيه كده. وفي واللون ده برضو البني ده. لا ده جري غامق. جري غامق ايوه. ما تعرفلوش. تمام. تمام. دي بالنسبه للبيزيكات. بالنسبه للبيزيكات الجديده جبنا المقاسات الكبيره بتاعتها. تمام. بيزيكات الكات برضو جبنا المقاسات الكبيره بتاعتها. دي بكم برضو. دي بقى الكات. بقى هنا للكات. بصوا برضو برضو واسع اهو. ما انا ملاحظه العرض قد ايه. ده زي العرض قد ايه اهو. بصي عرضه قد ايه وانا مش شداه. اهو فرداه بس مش شداه. تمام. في منه الواناته؟ طبعا في الزيتي. الزيتي والكحلي و... الكحلي والزيتي. تمام. وده الجراي. ده الجراي الغامق. معلش مع الحاجه كلها. لا ايوه والبيج. والبيج طبعا. بصوا يا جماعه اللون ده بيبقى حلو برده كبيزك كده. تمام. البيزكات دي كلها موجوده. البيزكات دي كلها عليها عرض. اي بيزك حاجه اي بيزك حاجه صغير ب 100 جنيه عليه نقش قط. معلهوش نقش قط او كم او مدقشة من غير نقشة. كله نازل عليه عرض ب 100 جنيه. اي بيزك 100 جنيه. اي بيزك كانوا نازلين ب 120 نازلين ب 100 جنيه. بصوا يا جماعه اي بيزك ب 100 جنيه قط بكم عليه نقشة مع اي بيزك يعني. يا جماعه بصوا في المحل. انا برجعش الكوادين بقى. تمام يا حبايبي. نيجي بقى هنا. تعالوا بقى هنا. الكارتيهات المشجره. تمام. اللي بتطلب دايما اللي دي ما ينفعش تخلص ما نجيبهاش تاني. عندنا بس النقشات الجديده. تمام. ادي ده كمان. أيوة. نقشه الكحلي والنقشه دي نقشة جديده برضه. ادي نقشه ثانيه بالورد. تمام. أيوة. نيجي بقى للساده. تمام. بصوا يا جماعه الساده انا هطلع لكم حته تشوفوا الكم عامل ازاي. بصي الكم منها فيها. بصي الوسع. الوسع بتاعه. تمام. تمام. ده وسعه اهو. هنا عملنا لك بقى عملنا الياقه شويه بحيث انها تقله يبقى ماسك على الصدر ما يفتحش لما تجيبي. ما دي بتبقى مشكله. الله ينور عليكي. لا صح. ما تبقيش محتاجه ان انت تقفليه بدبوس. لا بدبوس بقى الكوله اللي اتعملت فيه دي المنظر اللي اتعمل فيه ده تقله شويه من على الصدر. جديد بقى ده الكارديجان اللي مات الهواء مش بيطيره. حلو ده حلو. كل الوانه. تمام. بني وكحلي. تعالى افرجكوا على الالوان. بص انا هطلعه ايه حته كده. وادي الكشمير بتاعه. الكشمير والاسود طبعا. تمام. والزيت اللي ورا ده ايه؟ الزيت اللي ورا ده شميل ده بلوزه. بجد والله. بص يا جماعه دي اهو دي جميله قوي برده. حلوه الناس اللي بتحب الحاجات دي. تمام. تعالوا بقى درسات. الدرسات اللي بتبقى عليا انا فستان وعلى أيوه. درسات يا جماعه عشان انا طويله شويه. عادي انا طويله اختك في الطول برده. نزلوا بقى شويه كده. ايوه بصوا يا جماعه الدرسات. ايوه مش هنزله على كده حتى. ايوه ايوه عشان طويل طويل. احنا اللي قصيرين بقى علينا. بصوا بقى يا سيدي على شغل الصيف بقى وحلاوته. بصوا الالوان بقى والطرقعه بقى طرقعه. ادي الزيتي. ايوه بصوا بقى الجمال ده بيلبس لحد 140 كيلو. يعني هو مشغول ومش مشغول. مشغول بحاجه رقيقه جدا. بيلبس لغايه كام؟ 150 140 كيلو. 140 كيلو. تمام. الحاجات دي الدريس ده طبعا ما ده اكتفاء. ما ينفعش ما يبقاش موجود يعني. لازم كل كوليكشن نجيبه. لابس نجيبه. والوانه بقى ده لون جديد. ده لون جديد صح كده. حلو قوي. تمام. البنات بقى اللي داخله الجامعه مثلا الحاجات دي. الجامعه وهدوم الكليه والكلام وده ده كله بقى. ده ايه ده؟ تمام. ده كنتوا طالبينه وكان ده وخلص وكنتوا طالبين الاسود بتاعه. احب اقول للناس اللي سالت عليه اهو يا جماعه وصل. وصل اهو. تمام. ده لا منه ده مش هو دريس بس مش طويل قوي يعني. مش لحد تحت. بيبقى عليكي لحد بعد الرمضان. عايزين ناكد تاني ان المحل هنا بيبيع من اول 100 جنيه لغايه 300 جنيه عشان الناس اللي بتقول في ناس بتقول احنا خايفين نيجي ونتفاجئ بالاسعار. انا بقول لكم يا جماعه الاسعار اهي. وعلى ضمانه مدام منى يعني. على 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 ضمانه الله ان شاء الله باذن الله. الحمد لله الضمان هو الله بس يعني. الحمد لله الحمد لله يعني. كل الناس اللي شرفتنا تقدروا تسالوها او تشوفوا الكومنتات. الحمد لله يعني الناس كلها شكرت في شغلنا. ماشي. عندنا برده بصوا بقى عندنا شميزات. ايوه الشغل بتاعه فين؟ بصوا يا جماعه
ايوه طويل من ورا. بص انا عايزه افرجه لكم اهو. بصوا هنقرب عليه اهو. دي كده القصير وجايب حرده. ده الطول بتاع قدام ده لحد ركبتك. وورا طويل ورا. حاجه بصراحه سطره يعني. بصوا الله اللون ده تحفه. على فكره اللون ده مش هو اللي جاي في الكاميرا. يعني اللون ده كده الالوان بتختلف في الاضاءه. يعني تحفه بجد. لا منه بيتي ولا منه احمر، ودرجه حلوه تلبسيها وانت مش مكسوفه بجد. بالظبط. تمام عندنا برضو شميزات ساده واسعه. بصوا ازاي واسعه من تحت عشان الناس اللي هي جنبها كبيره او حاجه تبقى تلبس وتتدلع وتعمل اللي هي عايزاه. ايوه تدلعوا حبايبي. كلها حاجات محترمه بصراحه. يعني دلع احترام. ادي الاسود، ادي الزيتي برضو. بصوا واسع من على الجناب. وما تخافوش من الاسعار تاني. والاسود تمام. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. تمام. جبنا لكم برده في الموديل ده برده اللي هو عليه جيوب من على الصدر، كنتوا طالبينه وجبناه لكم. قالوا لي لما جايبينه قبل كده وطلبته هو عليه جيوب. حطي ايدك كده في الجيب عشان هو اسود. اهو ايوه. يعني عايزه بجيوب ماشي. عايزه ساده صراحه. بحب الحاجه اللي بجيوب قوي. بحماني ما حطش فيها حاجه. أيوة. وانا بحط حاجه وربنا. بنلفوا فيها الفلوس. الكارديهات الكات اهي. ايوه موجوده. كارديجان كارديجان كات اهو بالوانه اللي عليه الشغل بتاعه. تمام 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 تمام. كل الالوان اهي. اسود اهو. بس الاسود ده روعه بجد. وده برده لو عايزه شغل اكتر. وطبعا الاسود والساده. تمام. المفاجأة الجديدة خير. الفستان الدريس المرة دي جبناه لكم كات. بس بصوا بقى بيلبس قد ايه. لغاية مقاس كام؟ لحد 160 كيلو. لغاية 160 كيلو؟ بصي العرض وانا لسه ما شدتهوش. بصي بعد ما بيتشد بيبقى قد ايه؟ يعني هو بيبقى على مقاس الجسم؟ هو بياخد الجسم بس ما بيلزقش على الجسم. ما بيلزقش على الجسم. لان البيور عندنا محمل. ايوه. مش خفيف، مش بيور خفيف. عليها عرض طبعا. اي الفستان كات كم؟ ايوه. كبير صغير كرانيش لغاية اي حاجه ب 150 جنيه. تمام. يعني ده سعر ثابت للفستان. سعر ثابت للدريس. للدريس البيزك. الكحلي كم. بصوا يا جماعه الكحلي كم عامل ازاي حجمه عشان بس الناس اللي كانت. بصوا يا جماعه كبير ازاي. بصوا يا جماعه. تمام كده البيزك. تمام. تعالوا بقى حبايبي زي ما كل مره معودينكم في الفيديو عندنا دلوقتي منطقه العروض دي. وبعدين هنتنقل على منطقه العروض على طول. ماشي. الكارديات المشجره اللي في كم جت اهيت. ايوه شاتها. تمام تمام. طبعا اللي على طول بتسالونا عليها اللي هي بشغل الخيش بتاعنا موجوده برده اهيت. جبناها اهو. تاني الحاجات اللي بتحبوها دي. تمام تمام. الكاردي بقى الساده الكم جبناها مقاس ليدي كبير. كبير خالص. كبير. يلبس لحد 150 كيلو جنة. تمام تمام. وبرده عليه عرض. اي كاردي عندي ساده كات كم ب 150. 150 اي كارد جنب. اي كارد جنب. ماشي. تمام كده. المشجر لا عشان نبقى مركزين. ماشي. الساده بس. الساده بس هو اللي عليه العروض. تمام. عندنا هنا الستاند دي اي حاجه عليها بكام؟ ب 150 جنيه. شوف بقى كده على السريع بقى. تك 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 تك. ايوه كل ده ب 150. عرض ال 150 بيلبس لحد 90 كيلو. ايوه عايزين عرض ال 150 بيلبس لحد 90 كيلو يا جماعه. بص يا بنات اهو. تمام تمام. كل الموديلات تمام. دي بتلبس لحد 90 كيلو 150 جنيه. عليها عرض ب 150 جنيه. ما نسيناش طبعا الناس المليانه شويه اللي قاعده. أيوة. 90 كيلو عامل لهم عرض. ايوه اي لازم تدلعيها. ايوه طبعا لازم ندلعها. عرض ال 200 اهو. تمام. بصوا يا جماعه بقى الطول ده كمان بيدي رفع كمان. بصوا يا جماعه. بصوا دي بكامل قلنا؟ دي ب 200. اي حاجه على الستاند ده ب 200. بصوا يا بنات نازله من 250. كل الحاجات دي نازله من 250 ل 200. تمام. تمام عشان الناس اللي بتسال على السيل اهي كل الالوان. بصوا اهي انا هفرجها لكم. تمام كلها. اهو طبعا انا ايه على السريع كده بسرعه. على السريع. طبعا لما تشرفونا اللي انتوا عايزينه نتفرج بالراحه. تمام. برده اهي الطويل بتاعها اهي. بصي دي كمان. ايوه فعلا كانت العرض. تمام. ودي البلوزه دي. ودي برضو. ايوه. تمام. واللي هي دي. ودي. تمام. تمام. الله ينور. الله ينور. ادي ده كده عرض ال 200. 200 جنيه. تعالوا بقى ندخل على قسم البنطلون. بنطلونات وجيبات. تمام ماشي. كده تمام اهي. بصوا البنطلون ده كان عامل لنا قلبان من كتر ما اتطلب مننا جبناه لكم. البنطلون الجيل اللي هو برجل واسعه. تمام تمام. الناس بتحبه كمان بخفي قوي في الصيف. جدا ده بيلبس لحد 160 كيلو يا جماعه. ده من الحاجات الجديده. ده من الحاجات الجديده ما كانش موجود عندنا وطلبوه مننا جبناه لكم. تمام عندنا. وجبنا منه بس تاني برضو. بس الرجل بتاعته مقفوله شايفين الرجل استك نفس
المقاس برضو، بيلبس 160 كيلو بس الرجل. على فكره مش بنلاقي منه بره مقاسات. لا لا ده مقاس كبير. ده مقاس كبير كويس قوي. بصوا يا جماعه يعني عايزاه سايب من تحت موجود، عايزاه ملموم من تحت وباستك من تحت موجود، بيلبس لحد 160. عشان انا قلت لكم مش هحرمكم من حاجه. تمام. كل حاجه هنجيبها. عندنا كحلي وعندنا البني. تمام تمام. ده البنطلون ده ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه ده في عرض ال 100 جنيه كمان. ايوه. لا ما اقدرش، ما ينفعش ما تطلعش بقى حلوين. تمام تمام. كل البنطلون، كل ستاند البنطلونات ده عليه مشجر عرض او ساده، مشجر او ساده، جل، قطن، فسكوس، اي حاجه نازل عليها عرض ب 100 جنيه. تمام. عندنا الجيبات، الجيبات معانا لحد 8 اكس. 8 اكس تمام كده. تمام. برضه بنفس السعر، زباين عارفين سعرها كام، مش محتاجين نقول. طب هي ما بيبقى فيها اسود بس ولا؟ اسود بس. لغايه كام؟ هنجيب منها اسود بس لحد 8 اكس. تمام. تلبس لحد 160 كيلو يا جماعه. عندنا برضو بعد ما شفنا البنطلونات والجيبات، عندنا برضو البنطلونات الجينز. كل بنطلونات الجينز موجوده. البنطلونات الجينز المره دي شغل جديد. شغل جديد. بصوا دي ماركت جادو، الناس اللي بتلبس جينز عارفه يعني ايه مصنع جادو وشغل جادو. تمام تمام. ده شغل تصدير بره يعني، بيطلع بره ما بيدخلش في مصر بس. تمام تمام. ده عليه عرض عندنا، اما تجيلي اساليه على سعره، احنا اقل من اي حد في المحلات بتاعت الجينزات يعني، متخصصين في الجينزات، احنا سعرنا اقل بقى. تمام تمام. معانا لحد مقاس 52. تمام. عندي الجامع وعندي الفاتح. الفاتح كمان موجود. تمام كده. تمام. وطبعا الجيب هو بيلبس مقاس كام بقى؟ الجيب ده لحد، لا معاكي 52 لغايه 52. 52 تمام. مش يلبس لحد 52 كيلو يعني، معاكي لحد 150 كيلو. تمام تمام. وادي البنطلون الجيب طبعا ده بيخلص من جيبه. تمام. الجديد في البنطلونات اللاجن المره دي جبت لكم الشل ستون. يلا بقى عشان ايه؟ نتدلع في الصيف. الشل ستون. تمام. شل ستون وعليه بصوا خياطه من على الخط من قدام نازل موضه قوي قوي. تعالى نجيبه بره. عايزه بقى انا جبت لكم هنا في النور شويه عشان افرجكم على الخياطه اللي في النص دي. تمام تمام. ده بقى الجديد بقى. لحد مقاس 52 لحد 150 كيلو يا جماعه. تمام تمام. وطبعا معانا البنطلون الليجن العادي اللي هو برجل ضيقه بكل مقاساته. تمام. سنه وانتم طيبين، ويا رب الكوليكشن الجديد يعجبكم، وانتظرونا في مفاجاه كبيره ان شاء الله. يا رب حبايبي الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.